بالأمس كنتم مجدبين قد انحبس عنكم المطر وطال انتظاركم، واليوم والحمد لله فرج الله شدتكم وأزال كربتكم وأنزل عليكم المطر، فاشكروه على هذه النعمة واحمدوه واستعينوا به واستغفروه. في الحديث قال: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره أو خيره منهم، ينظر إليكم أزلين قنطين، فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. ففي هذه الأيام من الله على المسلمين، على عباده عموما وعلى مخلوقاته التي تحتاج إلى المطر، فأنزل هذا المطر وعممه عليكم. فاشكروا الله واحمدوه على هذه النعمة.